يا طمطم تودا، انا زهقانه قوي. ايه رايك نلعب استغمايه؟ لا مش عايزه العب استغمايه. امال نلعب ايه؟ طيب انا زهقت من كل العاب البنات بقى يا توتا، ما عدتش حابه العب حاجه فيهم. احنا كل شويه نقعد نتفرج على الكرتون ونلعب بالعرايس، لا نعمل الحاجات بتاعت البنات. تيجي نعمل حاجه جديده بتاعت ولاد. نعمل ايه؟ طيب قولي، اقترحي انت عليا. انا عندي كوره جميله قوي، كنت بابا كان جابها لي واحنا في الملاهي، تيجي نطلعها ونلعب بيها. واو كوره. اه طيب يلا نلعب سله، انا بحب السله قوي. نلعب اي حاجه بس المهم نلعب بالكوره. طب يلا هاتيها يلا من الاوضه. تعالي نروح نقول لماما، معرفش هي فين، هي مش في الاوضه. اه طب تعالي نقول لطنط منى. يلا بينا. هي اللولي كلت يا ماما؟ اكلت يا حبيبتي، اكلتها الخص بتاعها كله، دي كانت جعانه قوي. انت سايباها من غير اكل ليه كده يا طنطم؟ شطوره يا لولي، مش سايباها يا ماما، بس انا بس كنت قاعده مع توتا ونسيت اكلها. اه اتلهيتي بقى في اللعب انت وتوتا، ها خلصتوا لعب ولا ايه؟ احنا جايين نستاذنك في حاجه، هي الكوره فين يا ماما؟ الكوره اه دي فوق الدولاب. طيب ممكن حضرتك تجيبيها لنا؟ مش هينفع يا حبايبي تطلعوا تلعبوا النهارده بالكوره خالص في الجنينه، الجو برد جدا. لا يا ماما مش في الجنينه، احنا هنلعب في البيت. الله هتلعبوا في البيت بالكوره يا طنطم؟ ما ينفعش طبعا، دي ممكن تكسر الازاز. بس احنا عايزين نلعب بيها، صح يا توتا؟ وبعدين ايوه يا طنطم، انا علشان خاطري، انا مش بجيلك كل يوم يا طنطم، وانا عايزه العب شويه مع طنطم. انت عارفه ان احنا مش بنلحق نلعب في الحضانه. طيب يا حبايبي انا هجيب لكم الكوره، بس بشرط تلعبوا بشويش وتبعدوا عن اي حاجه ممكن تتكسر. حاضر خلاص اتفقنا. هي يلا يا ماما. حاضر هروح اجيبها حالا. اما اجيب الكرسي بقى يا ست طمطم، انتي وتوتا دايما تعبني معاكوا كده علشان اعرف اجيب لكم الكوره اللي هناك دي. اهو مسكتها يا بنات اهو، وادي الكوره يا ستي، اتفضلوا. شكرا يا ماما، شكرا. جميلة قوي الكورة يا توتا، صراحة حلوة قوي يا طمطم، دي لونها بامبي وجميل. قوليلي بقى هنلعب فين يا طمطم؟ مش عارفة يا توتا، بس يظهر كده مفيش مكان غير هنا. نلعب هنا في الصالون يعني؟ ايوة هنا، هنعمل ايه يعني، الأوضة جوه فيها السرير والدولاب والكومود وحاجات كتير قوي. خلاص يلا احنا هنحاول ما نخبطش في حاجة. اه بالراحة عشان ماما متزعلش مننا. ايوه طبعا يلا بقى يا طمطم شوتي. هشوط اهو، اقفي بقى اقفي. اهو انا واقفه اهو، شوتي بقى. ايوه كده. يروح هاتي الكوره. اي انت برضو بعتيها خالص، انا كل شويه هروح اجيبها. يلا بقى يا توته بتتاخري قوي. الله مش بجيب الكوره، اتفضلي. يا سلام شوطه جامده جدا. برافو دخلتي فيا جون، ينفع؟ 1-0 لطمطومه، 1-0 لطمطومه. ماشي يا طمطم ماشي، وادي الكوره يا ستي، اقفي بقى. انا واقفه اهو، شوطي بقى يلا. اه كده جون. جون 1-0 1-0 ايه يا بنتي؟ 1-1 معلش، 1-1 لتوتا السفرودة، 1-1 لتوتا السفرودة. طيب انا راح اجيب الكورة. روحي يلا بقى شوتي بقى يا طمطومة، شوطة كبيرة. مستعدة بلاقيهم بيقفوا كده في الجون، استني. يلا بقى يا بنتي خيلتيني، راح جاي. بيفضلوا رايحين جايين كده والله في الماتش. هما بيروحوا ويجوا ليه؟ هقولك الجون بيفضل رايح جاي كل شوية. يا خرابي ده هيدوخني. يلا شوتي. هي شطورة يا توتا، سددتيها. انا سددتها، برافو عليا. طب يلا بقى عليا بقى. هي كمان سددتيها، انا كمان شطورة. جت في ايدي يا طمطم، ينفع كده؟ معلش يا توتا، المرة الجاية هشوطهالك بالراحة. انا هجيبها، استني اهي معايا اهي، وداخل بالكورة يشوت. يا سلام، هي برافو توتا. يلا الدور عليكي. استني بقى انا عايزة اشوط شوطة
شوطه جامده وعايزه احط الكوره واجري عليها من بعيد زي اللي بيشوطوا. طيب يلا وقفيها اهو. استني انا هاجي من بعيد. يلا يا طمطم شوتي بقى. اهو التلفزيون. يا خبر يا طمطم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه ده؟ لحقي يا توتة لحقي، التلفزيون اتكسر باين. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، ماما هتبهدلني يا توتة. هنعمل ايه دلوقتي يا طمطومة؟ مش عارفة مش عارفة يا توتة هنعمل ايه. يا بنات يا بنات، في صوت عالي قوي مش عارفة جاي من ايه. ايه ده يا خبر ابيض؟ ايه ده يا بنات التلفزيون؟ انتوا عملتوا ايه يا بنات؟ اخصى عليكم. والله يا ماما اصل هقولك يا ماما هقولك. تقولي لي ايه بس يا طمطم؟ طب هتصرف ازاي دلوقتي؟ اوعى بس كده علشان اشيله. حصل له ايه يا ماما؟ حصل له ايه؟ اسكتي بقى دلوقتي يا طمطم، التلفزيون اتكسر. انا اسفه يا ماما انا اسفه. يا طمطم وانا احنا اسفين خالص، طمطم ما كانش قصدها. سيبوني سيبوني دلوقتي اروح اشوف هحطه فين على ما عم عمر يجي من الشغل. ارجوكي يا ماما ارجوكي سامحيني، انا ما كنتش اقصد ابدا. انا قلت قبل كده مفيش لعب كوره في البيت، وقلت لكم ونبهت عليكم ان الكوره مش بتتلعب غير بره، ما ينفعش نلعب كوره في البيت يا بنات. اهو دلوقتي استفدنا ايه من لعبكم الكوره في البيت؟ اديكم كسرتوا التلفزيون، ينفع كده؟ بجد والله يا طمطم، انا طمطم كانت بتشوط الكوره وما كانش قصدها ابدا انها تيجي في التلفزيون، بس هو ده اللي حصل، احنا كنا بنلعب. انا فاهمة طبعا ان انتوا كنتوا بتلعبوا، بس انتوا عملتوا غلط كبير قوي وما سمعتوش الكلام، وانا قلت لكم العبوا بهدوء وبشويش، ما ينفعش ابدا ان شوط الكرة عالي كده تيجي في التلفزيون تيجي في الازاز، افرضوا كان ممكن تتعوروا انتوا الاتنين. ايوه فعلا كان ممكن نتعور احنا الاتنين. والله يا ماما انا مش عارفة اقولك ايه ولا اعتذر ازاي، بس كنت عايزة اشوط زي عمو محمد صلاح. يا دي عمو محمد صلاح، انت كمان عاوزه تشوتي زي عم محمد صلاح؟ طب وبعدين بقى يا طمطم استفدنا ايه دلوقتي بقى؟ اروح لعم محمد صلاح يصلح لي التلفزيون؟ لا خلاص انا هقول له ما عدتش تشوت كده تاني. خلاص يا طمطم خلاص، ان شاء الله هنحلها ونحاول نصلح التلفزيون، لما بابا يجي هخليه يوديه للراجل يصلحه. خلاص يا ماما انت كان عندك حق فعلا، ما ينفعش نلعب بالكره في البيت. ايوه طبعا يا طمطم، علشان نشوت براحتنا في الجنينه. اسكتي بقى يا توته، ما انت كنتي موافقه وقلتي ان احنا هنلعب، اديني كسرت التلفزيون. يا دي خناقات كل ما بتخلص. انت خلاص هتخلصي كلام معايا تدوري على توته كمان تتخانقي معاها؟ لا لا خلاص يا ماما انا بحبك يا توتة مش هزعل منك. يا سلام يا سلام يا ست طمطم، يعني انا دلوقتي بقيت انا الوحشة وانا السبب اني خليتك تكسري التلفزيون؟ انا مالي؟ انا اللي قلت لك شوتي زي محمد صلاح؟ يا بنتي ما انت كنت موافقة ان احنا نلعب بالكورة في الشقة. لا يا طمطم انا كنت موافقة نلعب بالكورة في الشقة، بس انا ما وافقتش ابدا ان انت تشوتي الكورة عالية قوي كده، وكان ممكن تكسري كمان حاجات تانية وتعوريني وانا واقفة في الجون. خلاص يا توتة ما عدتش هشوط كده تاني وما عدتش هلعب بالكورة. انت عارفة ان التلفزيون ده كان ممكن ينزل على دماغي دشدشها؟ والله وكنا هنوديك لعمو بتاع الازاز. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.